السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على المكتشفين، يعني المواهب، يعني يحجون الى المغرب، يعني وين يحجون الى المغرب، خاصه في النصف النهائي وين 20 كشاف حضروا مرحله المجموعات يعني في دوره كاس افريقيا، وشاهدت المباريات الدور المجموعات مجموعتين النهائيه لكاس امم افريقيا تحت 23 سنه، والتي تجري حاليا بمدينه الرباط وطنجه المغربتين الى غايه يوم السبت المقبل، حضور العديد يعني من كشافين الانديه الاوروبيه على خصوص لرصد ابرز المواهب المنتخبات الافريقيه والعربيه المشاركه. وكشفت مصادر خاصة أن مباراة الدور الأول عرفت حضور 20 كشاف يشتغلون مع أزيد من 36 نادي، أغلبهم ينتمون إلى الدوريات القارة العجوز، إذ استقطبت يعني نهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات الأولمبية الباحثين عن لاعبين شباب يمكن التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. اتبع العديد منهم مباريات منتخبين يعني مباريات مجموعتين الاولى والثانيه بملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط وملعب ابن بطوطه بطنجه. وحضر الى المغرب كشافون الانديه الهولنديه والبلجيكيه والفرنسيه والاسبانيه حتى الالمانيه والانجليزيه في البحث عن صفقات قويه خلال الانتقالات الجاريه، وفي الوقت الذي تسعى بعضها إلى البحث عن صفقات جديدة بأسعار مناسبة، خاصة الأندية الفرنسية والتي حلت بقوة إلى المغرب من خلال كشافها. ولا يقتصر حضور الأندية على كشافها فقط، إذ حل بالمغرب العديد من منقبين ووكلاء لاعبين الراغبين في البحث عن صفقات معينة بالنظر إلى قوة. عاودي عطيتك تاكل يا بتاعنا، عاودي عطيتك تاكل يا ولا شغالي انت غير واحد شغل واحد. نعاودو نولو نتكلمو وين الناس اللي تخدم، الناس اللي شوف يستغلو كلش، شو يستغلو كلش، ناس تستغل كلش صاحبي. شوف شحال يعني الاعلام عندهم كلش يخدم، كلش يدور لي زوتيل تاعهم. خلينا من غادي يروحوا المكتشفين هذو النقاد يعني وكلاء لاعبين يحوسوا على يديروا عقود يديروا، شوف كيفاش كلش يخدم لي زوتيل، طياره، طاكسي، دخلت عسكر، لوتيل، يعني قهوه، ريستورون، كلش يخدم. سورتو النهائي يعني كاع الناس جات. الله يرحمهم ودعنا والناس كي تخدم اصاحبيها. انتم لهنا شو كيف انتم لهنا ما تقدروش تجيبوا 23 لعاب في المستوى يلعبوا، بالك يجوا كشافين يشوفوهم، بالك يجوا من، بالك يجوا من، واو لا ما تنجموش. وتكتو تجيب لي نتايا تجيب لي لعابه ما احنا مش سامعين بهم، واو لا ربي يهديكم ان شاء الله. يعني ولا يقتصر حضور الأندية على كشافيها فقط، إذ حل بالمغرب العديد من منقبين ووكلاء لاعبين الراغبين في البحث عن صفقات معينة بالنظر إلى قوة التظاهرة وتوقيتها المناسب لإجراء تعاقدات جيدة مع لاعبين غير مرتبطين بوكلاء أو بشركات متخصصة في تمثيل لاعبين في حال تبين علو كعبهم وموهبتهم يعني الكبيرة، لا سيما أن كل كان تحت 23 سنة تعد من التظاهرات التي تساهم في اكتشاف لاعبين جدد في كل نسخة منها. وبلغت المنافسات الدور النصف النهائي والذي سيجري غد لحسم يعني هوية المنتخبين الذين سيضمنان عبورهما للأولمبياد باريس 2023 في الوقت الذي ستحسم يعني البطاقة الثالثة في مباراة ترتيبية لتحديد المركز الثالث والرابع، وعلى أن يخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويلاقي المنتخب المصري نظيره الغيني على ملعب ابن بطوطة بطنجة لحساب نصف النهائي الأول بداية من الساعة 6 بتوقيت المحلي، فيما يواجه
في النصف النهائي الثاني المنتخب الوطني المغربي نظيره المالي مساء يعني اليوم بداية من 9 مساء على الملعب مولاي عبد الله بالرباط، بداية من 9 مساء. عرفتوا كيفاش؟ عرفتوا الناس اللي تخدم، الناس اللي تخدم لعبه مام لعبه يحوسوا يبينوا كم واش عندهم يعني باش يديروا عقود جديده، يمكن يكونوا عندهم يعني انتقالات يعني انتقالات وشهريه وصوالح وكلش بزاف صوالح بزاف 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 صوالح. الناس تخدم خويا، الناس اللي تخدم، الناس تخدم، الناس تخدم. ماشي هضره ماشي هضره ماشي مكاش الهضره، هضره قليله. الناس الهضره قاستها، الناس قاست الهضره من الاعلام وقاست من الناس اللي تتكلم تجيب الصح برك يحوسوا على الصح. انا نقولها لك خويا، الناس اللي تتكلم مع الصح صاحبي. اودي خلينا غاديك ربي والله لا نسيب. نصاحت خويا عليا، نصاحت خويا صحتهم سيبوا بلادهم. تخطيط يعني شوف تخطيط بمعنى الكلمة، وخلينا من المغرب، خليني من مالي وخليني من مصر. نهضر على غينيا بوي، نهضروا على غينيا كي نهضروا، نهضروا على غينيا خويا كي نهضروا، نهضروا على غينيا هذه هي. والله انا نهضروا على غينيا، غينيا غينيا خدمه خدمه كي دايره. قتلتونا، قتلتو الغاشي على بالك كيفاه يديها سيبالا يقول لك اللعاب الفلاني راه رايح، لعاب فلاني راه رايح راه من بعد السيمانه الزاويه قال لك هاك. البريزيدون تاع تولوز رفض هذه برك، خلوا اللعابه مساكين، خلي الناس تخدم على روحها منا. خاطر يقول لك شايبي باير ليفركوزن برينتون من تولوز بياريال من هذه بزاف ويديروا لهم تصاويرهم، على بالك يديروا لهم تصاويرهم ويقطعوا لهم ريسان ويدبروا الجوال ويديروا له راسو ويقول لك ايه هو لا وراه. يا شيخ لول يا الله عليك، وعدو ديرو غير في مات نتوما الاهلي الدايا 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 11 نتيت وما دارولهاش فيم، وانتوما قعدو غير في مات، قعدو غير في مات برك. معليش هذه هي مساء على يروحوا يجيبوا جوار مساكين مطرودين ويزيدوا يدوم يجنسوا جلة تبيع دخل معهم دراهم ويقعد يقعد ويقعد ولده يبيع جوار صح يقعد وديك البلاد. حنا لا يدوهم يجنسوا اللعابة، حنا عندنا راهم يجنسوا اللعابة هنايا. يا ودي هذه يا خويا اقعدوا فيها كيما اقعدوا وحدكم، اقعدوا وحدكم حتى تشبعوا منها. انا نقول لكم اقعدوا وحدكم حتى تشبعوا،
هاكا بتو تريحوا مليح. وصلتوا لها راكم واصلين للزيرو بكل مقياس بكل مقاييس، الزيرو راكم فيه بكل مقاييس. انا نقولكم والله راكم في الزيرو بكل مقاييس. ياود يعطيكم الصحة. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجيونا لي فيديو، واللي مشي ابوني ابوني معنا ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.